حاول على مستوى الهجمات المرتده، ولكن طبعا نتفهم خطيره هذه الكره. الهدف الاول للمنتخب، للاسف هدف المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب غوميز بتسديده مباشره في سليمان شالولي، يبدو انه لم يكن متابع بشكل جيد هذه الكره. إذن هدف سنغالي جاء في وقت حرج بعد النقص العددي للمنتخب الوطني، وإذا كانت الإعادة مرة أخرى لهذه الهدف ستتابعون أنه جاء من مسافة طويلة نوعا ما، ربما أن الحارس سليمان جمرو لم يكن مستعدا بالوقت الكامل. هذا غوميز تتابعون الآن، ترك له لاعب المنتخب مسافة يا سليمان جمرو، خطأ الحارس كان متقدما بشكل غير مقبول. الحارس كان متقدم، زعل الحارس، كان متقدما بهذه الكرة، ولكن إن شاء الله تعوض.